السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، تسليما بقدر عظم ذاتك في كل وقت وحين. هذا بيان الوحيين القديم والخاتم بأمارات للساعة متمثلة في أحداث معاصرة كانت بالأمس القريب وأخرى حاضرة في يومنا الكئيب. أما المعاصرة التي حدثت بالأمس القريب فهي أولى الملاحم التي وقعت بين جيش العراق وجيوش العالم في رجب 1411 يناير 1991، تلك الحرب العالمية الثالثة، وهي ملحمة لم تنتهي بعد، ولكنها بداية اشتعال نار جديدة. ولئن أطلق عليها فيها الأبطال من المعارك فإنه يحمل نفس الجلالة التي يحملها أسمائها في السنة النبوية الشريفة، وهي أولى الملاحم، وهي بانوراما. بانوراما شاملة لأحداث صعبة وأحداث ستشعل الفتنة وستشعل حربا لا أول لها ولا آخر، حرب مدمرة، حرب بقاء، حرب دمار، حرب فناء، حرب لا رجعة فيها، وهي تدمير دول ودويلات وأوروبا، وما سيأتي على تفسير أحوال هذا ما نتكلم فيه سيكون تفسيرا لما نتكلم فيه عن الحرب العالمية الثالثة. وكان مما مضى في الأيام الماضية من الجولة الثانية هو أن أولى الملاحم، تلك التي أطلق عليها حرب تحرير الكويت، ولكنها ليست حرب تحرير الكويت، بل هي حرب عالمية ثالثة تنتهي بفتنة عظيمة. وكما قال الله تعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقال تعالى، كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته وليذكروا أولي الألباب. ونحن مما سمعنا من الصحابة ومما رواه الترمذي بسنده عن الحارس الأعور قال، مررت على المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي فأخبرته فقال، أوقد فعلوها؟ قلت نعم. قال، أمي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ألا إنها ستكون فتنة. قلت، فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال، كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهدف، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم. والشاهد الذي نريد في هذا الحديث الشريف بارز في قوله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم
الحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالحج. عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد خطبني النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلا قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. إني كنت لأرى الشيء قد نسيت، فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه. وروي الإمام أحمد ومسلم عن حذيفة أيضا رضي الله تعالى عنه أنه قال: أخبرني رسول الله بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته، إلا إني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة والقادة وأجهزة الأمن القومي والعلماء والمفكرين والحضارة الغربية عامة، وفي الدول العظمى خاصة يهتمون بالوحي القديم والوحي الخاتم باعتبارهما أهم مصادر معرفة أخبار المستقبل. إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتسم أي خبر من أخبار المستقبل وتعطيه أهمية قصوى، سواء دراسة تحليلية أو كتاب مقدس أو قرآن كريم أو سنة أو منظمين أو كهان أو توقعات العلماء في شتى التخصصات، حتى من جامعة أمريكية واحدة، وأنها نتيجة لهذه أنها بعد أولى عناية أول كتاب الكاهن المنجم العراف الطبيب العالي يكتب أنبياء بني إسرائيل نوستراداموس سنة 1559، الذي كتب أحداثا حدثت بعد موته في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر والقرن العشرين. وفي مقدمة الكتاب روي في أجداده اليهود الذين كانوا أمناء في مكتبة المسجد الأقصى وأخذوها وهاجروا بها من قبل دخول نبوخذنصر على بني إسرائيل عام 586 قبل الميلاد. وقد ذكر نوستراداموس في مقدمته لكتابه الذي سوف يتحدث فيها عن ذكرها غزو المسلمون لأوروبا في مطلع القرن الواحد والعشرين، وفيه نبوءات عن الثورة الفرنسية، وفيه حرب نابليون، وفيه الحرب العالمية الأولى والثانية، وفيه السياسيون والقادة الذين يصدقون نبوءة عن غزو المسلمون لأوروبا، وفيه الغزو الذي اتفقوا على خطوطها العريضة التي هي موجودة عند اليهود والنصارى، كما ذكرها لهم هذا الرجل نوستراداموس الذي أصبح كتابه السياسي الأول. فإذا علمنا أن تراث المسلمين قرآن وسنة والتفاسير والشروح بين أيدي أعضاء الإسلام والمقصود بهم اليهود والنصارى في أوروبا وأمريكا، فسنجد أن لدى الروم المعاصر فريقا كبيرا من المستشرقين، وسوف نعظم ونذاكر فهرسة الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي هو يخبر فيه عن أنه سوف يكون هذا الكلام موجود في كتاب الله تعالى وفي القرآن الكريم وفي السنة، وفيه أنباء المستقبل وآخر الزمان
وعلامات الساعة وأماراتها، وفيها عن الحرب وعن الصراعات والملاحم التي بين المسلمين. ولذلك الغرب يستعد ويخطط على أساس هذه الأخبار. فليس من التقصير ألا يستفيد المسلمين من هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. لقد ترك الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأحداث لأنها أحداث ستقوم حتى قيام الساعة في بحر زاخر مليء، يقف أمامه أهله عاجزين بينما أعداءه يقوشون أمامه فيه ويستخرجون منه كل الكنوز. الإيمان بالله تعالى والإيمان بقدرة الله وأنه غالب على أمره وأنه ستملي مشيئته سبحانه وتعالى. ومهما حاول الكافرون وقادة أوروبا وقادة الكفر، ولكن على الأمة أن تأخذ الأسباب، أولها أن تخطط على بصيرة وأن تدبر أمورها على بصيرة، وليس من معين التبصير ولكن من توقع الأحداث المستقبل القريب والبعيد. وليس له من سراج يضيء له الطريق مثل علم الفتن والملاحم وأشراط الساعة. هذا الذي يشرح حديث كبير من كتب السنة الشريفة. لقد بدأ فعلا عصر الفتن والملاحم ولم تنتهي بعد، ولم يعلم علماء الأمة المسلمين هذا بعد. فليس هذا تقصير يتحمل تعبئته علماء الأمة القادمة. أليس فيها أحد يبلغ هؤلاء الناس؟ قال الله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا إنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فقد كان العلماء الذين كتبوا في علم الفتن والملاحم وأشراط الساعة ملأوا كتبهم بالفتن وأمارات ومعلومات الساعة بالأحداث وبالآيات العشر التي سوف تحدث، واجتهدوا على ذلك. والله المستعان في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد تكلمنا في الحلقات القادمة في الحلقات الماضية عفوا عن أحداث وفتن وعصر الملاحم وآخر الزمان، وآخر الزمان التي هي مملوءة بالفتن والأمارات العشر التي تحدثنا عليها، وسنتحدث ونتفق حيال هذا الترتيب على أمور كثيرة، أمور تترتب عليها أحداث وشخصيات التي توصلوا إليها كما كتبت هذه التفاصيل وترتبت عليها وكتبها العلماء. هي عن السفياني الذي سوف يخرج في آخر الزمان، وآخر الزمان هذا هو الذي نحن فيه. لقد بدأ عصر السفياني وهو على الوشك، قريب جدا له الخروج. يعلم الناس أنه قد مات وهو ليس بميت، يعلم الناس عنه أنه قتل وليس هو مقتول، يعلم الناس أنه شمك وليس هو مشموك، يعلم الناس أنه ذبح وليس مذبوح. كل هذه أكاذيب تسيطر عليها الغرب
يوهم العالم أنهم قادرون على أن يقتلوا أي رئيس دولة، وهذا ليس صحيحا. والدليل على ذلك السفياني وهو من نسل أبي سفيان، يوسع ملكه فيحكم العراق والشام وفلسطين وأجزاء من الجزيرة العربية، وجاءت عنه مرويات كثيرة، حتى إن الحافظ نعيم بن حماد المتوفى عام 288 هجرية، وهو أحد شيوخ البخاري رحمه الله، قد خصص في كتاب الفتن 12 بابا للسفياني، 10 أبواب للمهدي، أي إن الأحاديث عن السفيان كثيرة جدا ومتواترة المعنى، تواتر يقوي ضعفها. أن السفياني في السنة له عهدان، الأول عهد ما قبل خروجه وظهوره، ويحدث فيه الحصار على بلاده التي يحكمها، وينص حديث صحيح مسلم على أن هذا الحصار عالمي، وهو الذي حدث، وقتاله الروم في عمق الجزيرة 40 يوما، يخرج كل طرف منها ولم يأخذ من الآخر شيئا، وقد تم هذا بالفعل عام 1991، فلا زال الحصار مستمر. والعهد الثاني الذي سوف يكون له عهد بخروج هذا السفياني هو من نواد اليابس، وهو يقاتل الروم أوروبا وأمريكا والترك، ويهزمهم من شر الهزيمة، كما يقاتل أيضا على أبواب دمشق ومن حولها، لا يضر من خذله. والسفيان الثاني هذا الذي نتكلم عنه، لو تعلم الناس من هو، ولكن ستجتاح جيوشه إسرائيل ليقاتل وحده على أبواب القدس وما حولها حتى يدخلها، لا يضره الذين خذلوه من الأشقاء العرب. وهو من أعظم شخصيات التاريخ الإسلامي، إذ يأتي في زمن ضعف الأمة وذلها، فيعزها الله تعالى على يديه بتحرير المسجد الأقصى وتطهيره من رجس اليهود الظالمين الكفرة. ومن ثم جاء وصفه بأنه الجابر الذي يجبر الله تعالى على يديه قلوب أمة الإسلام المنكسرة، كما جاء وصفه أيضا بأن الأزهر لعلو نجمه، إذ يصدق عليه وعلى جيشه الواصف بأنهم أولو البأس الشديد، الذي يبعثهم الله على بني إسرائيل ليسوء وجوهكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تدبيرا. هذا كل الكلام، وتعلمون أيها المستمعون الكرام وأيها المتابعون الأجلاء المحترمين، والله لو علمتم من هو السفياني ستحمدون الله على أنه موجود. كلما قيل في الإذاعات كلها كذب في كذب، والله على ما أقول شهيد. إن السفيان الذي نتكلم عنه الآن لا تصدقون من يكون هو، إنه الرئيس العراقي صدام حسين. ستقولون كيف وقد رأيناه قتل وشنق؟ إن هذه الشخصية كانت لها ثلاث شخصيات، ثلاثة أخوة توائم لصدام حسين. اقروا هذا التاريخ وانظروا في كتب التاريخ،
ستعلمون أن صدام حسين له أخوة شبيهة له، ولكن من قتل هو أخوه، إما الأوسط وإما الأصغر وإما الأكبر، ولكن في كلتا الحالتين أن صدام حسين الحقيقي مختفي وسوف يخرج عن قريب إن شاء الله، وهو الذي سوف يحرر المسجد الأقصى، وهذا وعد موجود بكتب آل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أن الأحداث التي نتكلم عنها عن صدام حسين أو الرئيس العراقي صدام حسين هو سفياني، لأنه من نسل خالد ابن يزيد ابن أبي سفيان كما تقول النصوص، فهو من سلالة الخلفاء والملوك والأمويين الأمجاد الذين عز الله تعالى بهم الإسلام، وانتشر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فلا غرابة أن يعز الله به الأمة في زمن ذلها وينهضها من كبوتها ويسترد له القدس بعد أن لم يمتنعوا عن أي ذل ينزل بها، كما تقول النصوص التي تتحدث في عصرنا الراهن بكل دقة. وهو أيضا الصخري، لأنه اسم أبو سفيان صخر ابن حرب، هذا في السنة الشريفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحلقة القادمة، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.